جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من اليمن بعثت تسأل وتقول: إنني فتاة أشتغل في مدرسة أولاد في الصف الخامس والسادس وأضع الحجاب على وجهي، وإنني والحمد لله متدينة، أعرف الحلال والحرام، لكن يدور حديث بيننا مع المدرسين، والمدرسين رجال، حول العمل، والله عالم بالنيات، هل هذا حرام؟ وجهوني وأرشدوني جزاكم الله خيرا. الواجب أن يتولى تدريس النساء نساء مثلهن، وأن يتولى تدريس الرجال رجال، ولا يجوز لأحد الجنسين أن يدرس الجنس الآخر لما في ذلك من الفتنة وفتح باب الشر. والمسلم أو المسلمون يجب عليهم أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة للحفاظ على نسائهم وعلى عوراتهم، ويمنعوا الاختلاط بين الرجال والنساء بحجة التعليم أو بحجة الطب أو غير ذلك، فإن ما يجره هذا الاختلاط من المفاسد ومن المآسي ضرر عظيم لا يستباح من أجل مصلحة جزئية يمكن تحقيقها بأن يتولى تطبيب الرجال رجال وتطبيب النساء نساء، ويتولى تعليم الرجال رجال وتعليم النساء نساء مثلهن. الخبرات متوفرة للجنسين ولله الحمد، وإنما الشأن الاهتمام بهذا الأمر والحساب له وتجنب التقاليد العمياء المجتمعات التي لا تبالي بأمور النساء وأمور الأعراض. الواجب على المسلمين أن يحسبوا حساب ذلك، وأن يجعلوا للنساء ما يكفيهن في محيطهن ومن بينهن، وللرجال كذلك ما يكفيهم في محيطهم ومن جنسهم، تقوم المصالح لذلك وتندفع المضار، ويحصل المقصود المطلوب من غير أن يرتكبوا لذلك خطرا وطريقا صعبا لا تعلم عاقبته ولا يؤمن شره. نعم.